السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن بروجكت جديد، ألا وهو بروجكت بي اس سي ارمي. تمام، زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت، كل حاجة كل عملة ليها اسم، الاسم ده بيبقى ليه علاقة بأي حاجة. تمام، بيبقى هباء كده يعني. بي سي ارمي طبعا ليه علاقة بالجيش والشرطة زي ما احنا شايفين في البروفايل في الويب سايت الأساسي بتاع العملة. تمام، لو حبينا نعمل انتروداكشن بسيط كده، البي سي طبعا بيعتمد على تقنية البي سي باينانس سمارت تشين من اسمه كده. تمام، بيركز على الكوميونتي، بيعتمد على البلوك تشين برضه. تمام، و البي سي او الباينانس سمارت تشين بيبقى ليه نصيب كبير جدا من الترانزكشن. تمام، او المعاملات اللي بتحصل على العملة دي. تمام، طيب تمام. بيقول لك هنا برضو من معلوماتي اللي انا عارفها، ان اي حد عنده شغف بالبي ان بي او بالبي اس سي زينا كلنا يقدر يستخدم العمله دي بسهوله جدا. هعمل نعمل انتروداكشن بسيطه كده. بيقول لك باينانس سمارت تشين او بي سي ذا موست فايبل اند افيشنت بلوك تشين نتورك ناو ديز وذ مالتيبل ادفانتجز ريجاردنج ترانزكشن سبيد جاز فيز فلكسبيليتي سكالابيليتي سكيورتي اند ريديوز كيسز. الكلام ده سنس مايو 2021. طبعا أول الباين سمارت تشين فيها فاعلية وفعالية في نفس الوقت، في الوقت الحاضر الوقتين دلوقتي. تمام، ناو ديز. الكلام ده طبعا مع مزايا كويسة جدا، بيتعلق بالسرعة السبيد والفلكسبيليتي الجاز فيز. تمام، السكالابيليتي اللي هي التوسع، الأمان طبعا السكيورتي واليوزس اليوزس طبعا ريل يوزس كيسز سنس مايو. طبعا الكلام ده في واحد اللي احنا فيه دلوقتي حالا. تمام، عملة ما اتعملتش من كتير يعني. There have been more than 10 million daily transaction on average of BSC. دي طبعا تدل على نجاح العملة كبيرة، نجاح كبير جدا. يقول لك في أكتر من 10 مليون ترانزكشن، في ناس في 10 مليون معاملات بتحصل كل يوم يا جدعان. في حاجة كويسة جدا يا جدعان. تمام، ولك and this record breaking number for exceeds that the number of daily transactions on the most dominant blockchain competition. تمام، طبعا الاثيريوم اهم حاجة من الموضوع ده كله. تمام، الايكو سيستم زي الباينانس في الكلام ده في البلوك تشين نفس الايكو سيستم بالظبط. طبعا في clear competitive advantages liquidity، في منافسة كلير. تمام، وهكذا بقى. ده اللي اتكلمنا عنه، ان هو فيرست دي او ديسنتراليزد. تمام، والناس اللي عندهم شغف بالبي اس سي والباينانس والبي ان بي توكن هم اللي يستخدموه. تمام، بعد نروح الويب سايت تاني. هنا بقول لك وي لاف باينانس سمارت تشين بي ان بي اند سي اس ال اند وي لاف يو تو. نفس الكلام اللي احنا قلناه، بيعتمد على 3 حاجات، البروموت بي اس سي والبي ان بي. يعني طبعا ليهم علاقه ببعض هما الاثنين. strengthen بي اس سي كوميونيتيز الانسنتيف بي اس سي سبورتد. طبعا بقول لك انا بي اس سي ارمي ذا كوميونيتي اوف ديفولتس اوف بي اس سي اند بي ان بي. نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، بيعتمدوا على النولج بطريقه كبيره، اليوتيوب والريدت. طبعا تقدر تعمل انفستنج فري وبرايفت. فري ان انت تدخل مع الناس بابليك عادي، برايفت حاجه لوحدك انت. تمام، طبعا دي بيبقى فيها ضريبه. في طبعا بينا بيعتمد على الفريدم لايف ستايل، انت مش عايش حياتك براحتك. تم تيك توك وانستجرام. تمام، انا بيقول لك ان انت عن طريق شيرنج ميمز او البوستنج ميمز تقدر تكسب عملات يعني. تمام، هنا السبيسيفيكيشن. هنا بقول لك النيم طبعا والسيمبل والنتورك والبيبي 20 اللي هي احدث حاجه. كونتراكت ادرس ده مهم جدا، ده اهم حاجه كونتراكت ادرس. طبعا انت لو عملت سيرش على تراست وولت او ميتا ماسك او اي حاجه تقدر تضيف العمله. تمام، بسهوله جدا عن طريق كونتراكت ادرس. اللوكيشن طبعا التوتال سبلاي. تمام، التوتال سبلاي. تمام، في طبعا ليهم علاقة كبيرة جدا باللانش زون اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو منفصل. تمام، تقدر تشوفه على القناة. 10% في سبلاي ليكويديتي. بي في بقى ستاتيك ريوردز، في ميمز باونتري. طبعا احنا قلنا ليه علاقة بالميمز، وقلنا هنا باي بوستنج ميمز تقدر تكسب توكنز. طبعا في برايفت جروب وفي اير دروب وهكذا يعني.
بيقدموا تلات خدمات أو تلات سيرفيسز في حاجة اسمها برايفت، تمام، بروموشنال سيرفيس فور بي اس سي بروجيكتس، كلهم بروموشنال سيرفيسز، تمام. في سيرجانس وفي ميجور، تمام. كل ده ليه شروط طبعا، تعمل كونتاكت اس بعديها بسهولة جدا. طيب حبينا ندخل تليجرام كوميونيتي، نقدر ندخل تليجرام كوميونيتي، دي رمز التوكن طبعا البي سي سي ارمي، وهكذا بقى، تمام. لو حابين ندخل تويتر بيج مثلا، تويتر بيج حبينا ندخل عشان نعمل فولو للبيج عندنا، نعمل ريتويتس التويتس اللي عندنا، تمام. معنا تويتر بيج، تمام. هنا طبعا فايتنج فور بي ان بي والبي اس سي زي ما اتكلمنا بالظبط، دي التويتس تقدر تطلع عليها وتعرف الكلام ماشي ازاي يعني، وبيتكلموا عن ايه بالظبط، ايه الايفنتس الموجودة، ايه كل حاجة يعني. لو رجعنا طبعا لانستجرام ويوتيوب، تمام. هنا طبعا في تقدر تقدم سيرفيس ليك اللي احنا اتكلمنا عنها، البرايفت والنوعين التانيين، تمام. دوكيومنتس فيها معلومات كتيرة جدا عن اللي انت عايزه، الهيلب سنتر عايز if you need help مثلا، تمام. if you need help بتعمل هنا تعمل سيرش الهيلب بتاعتك، تمام. كام سؤال كده بيسألهولك وبيعرفك الإجابات، تمام. هنا بيقولك تويتر اكتيفيتيز، ممبر شيب، ريجستريشن، تليجرام جروبز، وهكذا، تمام. مثلا هنا بيقولك هاو دو اي جيت بي ارمي توكن، تمام. بجاوبك على السؤال هنا، تمام. السؤال هنا بالظبط بيقولك اون بانكينج سواب اكس، هتلاقي حاجات كتيرة من الحاجات دي، تمام. كده نكون خلصنا كلامنا عن البي اس سي ارمي، تمام. البي اس سي ارمي، كل اللينكات دي هحطها في الديسكربشن بتاع الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، تعملوا سبسكرايب للقناة بحيث يوصلكم كل جديد عن التوكنز، وهاف ا نايس تايم.